يوميات يوميات عبد الرحمن والأحلام، يوميات عبد الرحمن والأحلام. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. وهناك أحلام لكي تصغي، ناداها الشوق وناداني، ويتابع أنس في شغفي. ما أجمل قول العدناني، كلمة صدقت أحرفها واختصرت كل الأزمان. ينسب حديثك في قلبي عبقا برحيق الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. يومية عبد الرحمن والأحلام. ماذا بك يا سعيد؟ هذه أول مرة أراك حزينا هكذا. لا شيء، مشكلة بسيطة وستمر. هيا أخبرني يا سعيد. سأخبرك، ولكن ما سأخبرك به هو سر. عدني ألا تخبر أحداً. لن أخبر أحداً لأنه سر يا أخي. أنت تعلم أن الطبيب منعني من تناول الآيس كريم والحلوى المثلجة، ولكني للأسف آكلها كل يوم دون أن يراني أحد، وأخشى أن يعرف أبي فيغضب مني. ولكن يا سعيد، يجب أن تتوقف عن تناولها لأنها تضر بأسنانك كثيراً. أعلم ذلك، وقد قررت اليوم أن أحاول الامتناع عنها. سأتركك الآن وأذهب لنوم القيلولة. فيما تفكر يا أنس؟ مشكلة يا أخي. ما هي؟ لا أستطيع إخبارك، إنه سر. سرك في بئر يا أخي. حسناً، سأخبرك لتساعدني. هيا قل ما عندك. اسمع يا أخي، أخوك سعيد ما زال يتناول الحلوى والآيس كريم رغم تحذيرات الطبيب ومنع أبي له من تناولها، وأنا أفكر في حل أمنعه من تناولها مجدداً. لا تقلق، لدي الحل، دعها لي. سنتخلص من الآيس كريم الموجود في البيت ونجبره على عدم تناوله. ماذا تفعل يا يوسف؟ أفعل الصواب. هيا اذهبي من هنا، لا أستطيع إخبارك. حسناً يا أمي. حسناً سأخبرك، ولكن هذا سر. سرك في بئر يا أخي. عبد الرحمن، هناك أمر خطير حدث. ماذا حدث؟ يوسف يخبئ الآيس كريم كي يمنع سعيداً من أكله. ولكن سعيد لا يأكل الآيس كريم بعد أن حذره الطبيب ومنعه أبي من تناوله. إنه يأكل الآيس كريم يا عبد الرحمن ولم يخبر أحداً. أرجوك لا تخبر أحداً من إخوتي، فهذا سر. هل أخبرتهم يا أنس؟ قلت لك إنه سر. لم أخبر أحداً يا سعيد، لقد أخبرت يوسف فقط ليفكر في حل للمشكلة. هل أخبرتهم يا يوسف؟ لا، لم أخبر سوى أحلام عندما رأتني أفرغ الثلاجة من الآيس كريم. لما يا أحلام لم تحفظي السر؟ أنا حفظت السر ولم أخبر به سوى عبد الرحمن. ما الذي يحدث هنا؟ هل هناك أحد في الحي لم يعرف بعض بالسر الذي أخبرتك به يا أنس؟ يبدو أن السر انتشر كأخبار المشاهير. للأسف أنت مخطئ يا سعيد، لأنك لم تلتزم بتعليمات الطبيب وأبي. ولكن يا أنس، أخطأت خطأً أكبر لأنك أفشيت السر، وللأسف كلكم كذلك. أنا لم أفشي السر، لقد أخبرت يوسف فقط ثم انتشر الخبر كما ترى. لذا أنت أكثرهم وزراً، لأنك لو لم تخبر يوسف لما انتشر السر هكذا. سأروي لكم قصة لعلكم تتعلمون منها درسا هاما. عن أنس رضي الله عنه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما
حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم، ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق. نحن آسفون يا سعيد. أعدك يا سعيد، السر القادم لن أخبر به أحدا. هيا أخبرني به الآن إن أحببت ذلك. لو قال لك أحد سرا، لو قال لك أحد سرا فلا تخبر به أحدا أبدا. لو قال لك أحد سرا، السر أمانة لا تضيعها، بكلام قد يؤذي صاحبها. مهما فقل السر عليك احفظه فهذا واجب عليك. لو قال لك أحد سرا، لو قال لك أحد سرا فلا تخبر به أحدا أبدا. مهما سمعت من أسرار لا تحولها إلى أخبار، وتحدث هذا وذاك بها وبهذا تضيع الأسرار. لو قال لك أحد سرا، لو قال لك أحد سرا فلا تخبر به أحدا أبدا. لو قال لك أحد سرا، السر أمانة لا تضيعها، بكلام قد يؤذي صاحبها، بكلام قد يؤذي صاحبها.